بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وآله وصحبه ومن والاه، وبعد، أيها الإخوة والأخوات الأكارم، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، وأسعد الله أوقاتكم بكل خير. لقد كنا بدأنا حديثنا في اللقاء الثاني عن الوحدة وأدلة العناية بها، واليوم إن شاء الله نتابع الحديث عنها بذكر المزيد من الأدلة من القرآن الكريم والسنة المطهرة. أيها الإخوة الأكارم، يقول الله عز وجل: وأن هذا صراطي مستقيما فاتبعوه ولا تتبعوا السبل فتفرق بكم عن سبيله ذلكم وصاكم به لعلكم تتقون. صراطه طريقه سبحانه وتعالى ودينه المستقيم، لا ترى فيه عوجا ولا أمتا، ونحن جميعا المخاطبون باتباعه، لا ينبغي أن يشذ منا أحد مهما كان. أما ما عداه فطرق شتى، لا ندري إلى أي واد من أودية الهلاك تسير بسالكيها وتقود راكبيها. إنها وصية الله العظيم التي أوصانا بها وحضنا على التمسك بها إن كنا نريد الوقاية والحماية من الطرق المختلفة الضالة والمضلة. وقال تعالى: وأطيعوا الله ورسوله ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم واصبروا إن الله مع الصابرين. الأنفال 16. الفشل الضعف، وذهاب الريح كناية عن ذهاب القوة، والسد المنيع دون هذا وذاك إنما هو الطاعة لله ورسوله في التمسك بالوحدة والتئام شمل الأمة والصبر على ذلك ما دامت الحياة واستمرت الدنيا. قال تعالى: ولا تكونوا كالذين تفرقوا واختلفوا من بعد ما جاءهم البينات وأولئك لهم عذاب عظيم. آل عمران 105. لقد ضربت الفرقة أقواما وفرق الخلاف أمما وعصرت فيهم نار الخصومات فألقت بهم في مهب الهلاك والضياع، وكانوا أثرا بعد عين، وكانوا عبرة لمن يعتبر. والحق عز وجل رحمة بنا يحذرنا أن نكون على سنن أمثال هؤلاء، فيحل بنا ما حل بهم ويصيبنا ما أصابهم. فسنة الله تعالى في الخلق ماضية، وطريقته في معاملتهم واحدة. والعذاب إذا وقع يا أيها الإخوة والأخوات، ولا سمح الله، تلظى بناره القاصي والداني والغريب والحبيب والمسلم وغير المسلم. وصدق الله عز وجل حيث قال: واتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا منكم خاصة واعلموا أن الله شديد العقاب. الأنفال 25. فاسمعوا يا إخواني وأخواتي وأطيعوا واحذروا، ولا تكونوا كالذين قالوا سمعنا وهم لا يسمعون. إن شر الدواب عند الله الصم البكم الذين لا يعقلون. فالعذاب الذي توعد به الحق عز وجل أولئك المختلفين المتفرقين المتخاذلين هو عذاب عظيم يصيبهم في صميم عزتهم وفي مناحي حياتهم، وعظمه إنما ينالهم من حقد أعدائهم وتربص خصومهم الذين يدوسون كرامتهم ويستحلون خيراتهم. لقد صور القرآن الكريم كيدهم وبأسهم وفجورهم أروع تصوير، فقال: إن الملوك إذا دخلوا قرية أفسدوها
وجعلوا أعزة أهلها أذلة، وكذلك يفعلون. وقد جربت هذه الأمة ملوك التتار والصليبيين وملوك الاستعمار وأحقادهم وجيوشهم المنتشرة في كل أرض من بلادنا، والمؤمن لا يلدغ من جحر مرتين. قال الله عز وجل للنبي الكريم: لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. نعم وألف نعم، إن الله عز وجل بفضله ورحمته جمع كلمة أجدادنا أصحاب محمد صلى الله عليه وسلم ورضي الله تعالى عنهم، جمعهم على الحق ووحد بينهم على الخير، وأحدث بينهم التواد والتحابب، وصرف عنهم التباغض والتماقض والتماقت، فكانوا كالجسد الواحد والبناء المتين. واسمع كيف وصفهم الله عز وجل بقول الكريم: محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا. وقال عز وجل إكراما لهم: فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وألزمهم كلمة التقوى وكانوا أحق بها وأهلها. وكلمة التقوى هي لا إله إلا الله، أضافها إلى التقوى لأنها سبيلها وأساسها. لقد كان محمد صلى الله عليه وأصحابه رضي الله عنهم أهلا لهذه الكلمة، حملوها بأمانة واعتقدوها بصدق واجتمعوا عليها بقوة، وكانوا خير أمة أخرجت للناس رحمة وعدلا وبرا. ونحن أيها الإخوة الكرام يسعنا ما وسعهم، ولا نجاة لنا إلا بمثل صنيعهم، ولا خروج لنا من كل أزماتنا إلا بوحدتنا المبنية على عقيدتنا وحضارتنا وهويتنا. قال تعالى: ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيرا. هذه آية في كتاب الله عز وجل واضحة صريحة في وجوب اجتماع الكلمة ولم الشمل وسلوك الدرب المستقيم. فمخالفة الرسول صلى الله عليه وسلم جريمة، واتباع غير سبيل المؤمنين طامة كبرى. وسبيل المؤمنين هو ما اجتمعت عليه كلمتهم واتفقت عليه رؤاهم، ومن شذ وشق عصى المسلمين فمصيره جهنم وبئس المصير. أيها الإخوة والأحباب والأخوات الصالحات، ما ذكرناه من كتاب ربنا عز وجل في أمر وحدتنا واجتماع كلمتنا قل من جل وغيظ من فيض وتكفي اللبيب إشارة، فبأي حديث بعد الله وآياته تؤمنون. والحمد لله رب العالمين، وإلى لقاء آخر، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.